تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 24 مارس 2020، وهختصر المقدمة علشان الموضوعات طويلة قوي النهاردة كالعادة. كورونا فيروس نصيب الأسد أو الكوفيد، لكن باختصار اللي بيسأل باستمرار بيقول إيه اللي بيحصل حوالينا؟ اللي بيحصل حوالينا ليس بأمر من ربنا ولكن بسماح من الله عشان تستعد الحياة اليقظة الروحية، عشان كده ربنا قال لنا في أوبئة هتحصل. طب ما ده واحد منهم. ربنا قال لنا في إنجيل لوقا 21 هنسمع عن أمة تقوم أمة على أمة، الحروب، ممالك تبقى ضد ممالك، هنسمع عن زلازل عظيمة، حصلت زلازل كتيرة قوي على فكرة الأسبوع ده الناس ما خدتش بالها منها، مجاعات بتحصل وبتزيد، أوبئة وده واحد منهم اللي حاصل، ده واحد من كثير، مخاوف أشكال مختلفة أخرى كثيرة جدا، علامات في الشمس والقمر والنجوم على الأرض، كرب أمم، بحيرة البحر، الأمواج تضج، الناس يخشى عليهم الخوف، والكلام اللي قاله أيضا أعمال الرسل، دم ونار وبخار ودخان، سواء البراكين والحرائق وغيره، كل ده قبل يوم الرب العظيم الشهير. إيه المهم؟ إن إحنا نؤمن ونستعد وندعو باسم الرب، لأن أنتوا شايفين في المقابل مستغلين أي حاجة حتى بما فيها الناس اللي بتموت عشان يهاجموا الإيمان، وده شر الشيطان واقف قد إيه. ربنا قال لنا الحاجات دي بما فيها الكورونا فيروس، ما قالناش على الكورونا فيروس سبيسيفيكال، واللي بيطلع يقول لك الكورونا موجودة في الحاجة الفلانية في الكتاب، معلش أنا آسف، لا ده مشمول في كلمة أوبئة، مشمول في أوبئة، فربنا قال لنا أوبئة اللي هو منهم ده. ليه؟ عشان ما نخافش. ثقوا في ربنا، اعتبروه اختبار إيمان لثقتك في ربنا، فترة إن أنت ترجع لربنا وتصلي. اتنين، عشان تؤمن. الكتاب الأول قال لك هتحصل أوبئة وهتزيد الأوبئة، على الرغم من التقدم العلمي كانت المفروض تقل، ولكن اللي قاله الكتاب هو اللي صح، وبتعود اللي بيؤمنوا بالعلم الكاذب والفرضيات الكاذبة طلعوا لغلط. والحاجة التالتة والمهمة، وهي دي الهدف، ليه ربنا سمح بالحاجات دي وقال لنا عليها قبل ما تحصل؟ عشان لما تحصل وتبدأ الحاجات دي تحصل مع بعض ترفع راسك لفوق. هو ده المهم. الفترة دي لو هتقعد في البيت بسبب الشغل والسوشيال ديستانسينج والكلام ده، أعتقد بقى ما أنت بلا عذر أيها الإنسان، حقيقي محتاج ترفع راسك لفوق وتصلي، لأن خلاصك، لأن نجاتكم تقترب. علامات في السماء. سمعين عن مذنب أطلس ولا؟ طبعا العالم كله مشغول بكورونا فيروس. مذنب أطلس بيعمل حاجات غريبة تخض، بيلمع أكتر من متوقع في السماء. المذنب ده اللي هيعدي قريب من الأرض ربنا يستر في شهر مايو، ساعتها هيلمع، احتمال يلمع أكتر من القمر لما يمر على مقربة من الأرض في مايو، ده من ديلي ميل. يقدر قطره ب 720 ألف كيلومتر. أيضا انفجار شمسي قوي، نشكر ربنا أنه محصلش مواجهة للشمس، مواجهة للأرض على الوجه الآخر من الشمس. مذنب قد يسبب انفجار شديد في السماء لو مر كما متوقع على مقربة شديدة من الأرض. يوم 17 مارس استمرارا لتساقط الكرات النارية، كان في 11 كرة نارية، الزلازل اللي الناس ما خدتش بالها منها، الكوارث اللي حصلت الأسبوع ده، متخيلين الأسبوع ده حصل فيه 4 زلازل 6 وأكتر، 6 ريختر وأكتر. يوم الثلاث اللي فات 48 زلزال، واحد منهم 6.1 في فانواتو، وفي نفس اليوم واحد تاني كان 6 في تونجا. ده في يوم. رقم 6 ده كان يتعدى على الصوابع في السنة، دلوقتي بص بنسمع عنه بمرة وأكتر في الأسبوع. منهم يوم الأربعاء 95 زلزال في يوم، منهم واحد تالت 6.2 ريختر في إندونيسيا، و5.7 في يوتا وسبب مشاكل. يوم الخميس 77 زلزال في يوم، منهم 1.5.7 في الصين. يوم الجمعة 47 زلزال في يوم، منهم 1.5.7 في اليونان وسبب كوارث. يوم السبت 49 زلزال، منهم 5.4 في كرواتيا وبرضو سبب مشاكل. يوم الحد 55 زلزال، منهم 1.4 6.1 في باسيفيك رايز. ويوم الاثنين 65 زلزال في يوم. الأسبوع ده لوحده حصل 84 زلزال قوي، منهم 4 زلازل فوق 6 ريختر. بطلنا خلاص نقول 5 من كترته. طبعا حد سمع عن الكلام ده ولا حاجة. ففي نفس الوقت اللي زادت العلامات في السماء، وفي نفس الوقت اللي بيضرب كورونا فيروس والأوبئة شغالة،
برضه في نفس الوقت زادت الزلازل، والكتاب قال إن الكلام ده هيحصل. فين اللي بتعود ربنا مش موجود؟ طب ما تيجي توقف الحاجات دي لو انت شطار بدون ربنا. يوتا يوم الأربعاء اتضربت بزلزال 5.7، هذا الزلزال لم يحدث مثله من 28 سنة فاتت في هذه المنطقة. بعد الزلزال ده اللي ضرب يوتا 5.7، 160 زلزال تابع ضربوها بعد زلزال 5.7 في قلة من الأيام، وسببت خسائر كثيرة. أستاذ نشأت لسه متكلمين عليه حالا، الوباء الجديد اللي ظهر في الصين وبدأ يصيب بعض الإصابات، ويعني اللي هو بسبب انتشار فيران وحاجات زي كده، بس ده فيروس قديم اللي هو هانتا فيروس. فالفيروس ده يعني يقال مش بينتقل للإنسان، ولكن يعني خلي بالنا من فضلات الفئران اللي ممكن من غير ما ناخد بالنا تكون موجودة جنب الأكل فممكن ناكلها. دي الإشكالية. فطبعا يعني لازم يكون very low hygienic person عشان يحصل له الإصابة. مرة تانية اللي بيسأل على كورونا فيروس دليل على التطور، إعلان يوم الحد الجاي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على اليوتيوب والفيسبوك، هنتكلم على الرد على الدعاء وأحد المشهورين اللي طلع يكرر ويقول كورونا فيروس أكبر دليل على التطور، وبل بالعكس كمان هتبقى فيه معلومات مهمة وقد يكون فيه أمل في موضوع الرد على الكوفيد 19، وهل فعلا أكبر دليل على التطور ولا هو دليل على التدهور. هنشوف الموضوع ده يوم الحد الجاي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على اليوتيوب والفيسبوك. زلزال اللي ضرب كرواتيا سبب خسائر كثيرة ورعب بين الناس، وده من فوكس نيوز. بالضبط، ايوه بالضبط استاذ جاك، انا ما بذكرش الاسماء، ولكن زي ما حضرتك قلت الشهير الاستاذ اللي اسمه او دكتور خالد منتصر قال الادعاء ده ونشره جدا، والمرحدين فرحانين بيه وبينشروه في كل مكان. فدكتور خالد منتصر من ساعه ما قال كورونا فيروس اكبر دليل على التطور في كل مكان بينادوا بالكلام ده. هنشوف الموضوع ده وهتعرفوا مين اللي بيتمسك بالعلم الحقيقي واللي بيدعي ادعاءات وفرضيات غير حقيقيه. البراكين الأسبوع ده برضو كان فيه كم براكين ضخمة. انفجار بركان قوي في إيطاليا بعد زلزال 4.2 في الوقت اللي إيطاليا شايفين أنه مغلقة تماما بسبب الكورونا. ربنا يحافظ على الناس دول وصلوا لهم. متابعة لانفجار 8 براكين قوية في يوم واحد كانوا بيضربوا، ده من فولكينو ديسكفر. ملخص البراكين القوية يوم الحد اللي فات، ده من فولكينو ديسكفر، كل دول براكين في نفس الوقت، ده في نفس الوقت مع الزلازل اللي زادت، في نفس الوقت مع الأوبئة اللي زادت. موت الكائنات الجماعي، طبعا برضو احنا مشغولين بهو بفيروس واحد ونسيم باللي بيحصل في الكوارث دي كلها. بعد ما كنا نسمع عن حالة او اتنين في السنة، دول حصلوا في اسبوع واحد. يوم 26 فبراير يصل عدد موت الدرافيل في شواطئ فرنسا من اول السنة الى 670 درفيل ماتوا، ده في فرنسا. متخيلين؟ في نفس اليوم موت أكتر من 100 طائر سقطوا ميتين على الطريق في بنسلفانيا. الموضوع ده لما حصل من 7 سنين الناس اتهلعت. دلوقتي بينا نشوفه باستمرار وبيسمع كل أسبوع أو أسبوعين طيور وقعت ميتة من السماء، ولا حد فارق معاه، والناس بقت تكمل وتسوق وتمشي وخلصت على كده. إيه اللي بيحصل؟ قال سمك البحر ينزع وطيور السماء تموت. فعلا طيور السماء بتقع ميتة قدام عينينا. احنا في اواخر الايام، معرفش طول مدة، بدأنا في اواخر الايام لكن معرفش هي قد ايه. ايضا في نفس اليوم قتل مئات الالاف من الطيور بسبب انفلونزا الطيور في فيتنام، ده من ايشيا باسيفيك. مظاهرات السلفيين في الإسكندرية ضد كورونا فيروس، يسقط يسقط حكم الفيروس، ولا هي بالضبط دول بينادوا كانوا بيقولوا ايه؟ طب مظاهرة ضد الفيروس هيعملوا ايه؟ عايزين يأسلموه ولا يسقط يسقط حكم الفيروس؟ يوم 27 فبراير، استاذ جاستر، كل دي مبتدأ الاوجاع، الزلازل دي كلها، الاوبئة دي كلها، كل دي مبتدأ الاوجاع طبعا. يوم 27 فبراير موت الآلاف، أطنان سمك البحر قدام عينينا بينزع والناس مشغولة من السمك بطريق من الأسماك بطريقة غامضة في شاطئ في إندونيسيا، ده من CNN. كل ده سمك ميت،
كل الأطنان دي سمك مات مرة واحدة. في نفس اليوم موت 10 أطنان من الأسماك في بحيرة في إندونيسيا، كل دول في يوم واحد، كل ده سمك ميت. يوم 28 فبراير موت 3000 من الخنازير بسبب إنفلونزا الخنازير في إندونيسيا. يوم 2 مارس موت 55700 من الماشية بسبب الطقس السيء جدا في منغوليا، وآد المجاعات بتزيد، وده برضو من إيشيا أند باسيفيك. يوم 4 مارس موت 77000 من الأسماك، أطنان بالمئات من سمك السلمون في نيو فنلاند في كندا. نفس اليوم موت 600 نسر بسبب غير معروف في جويانا، آسف لبنطة اسم المنطقة خطأ، أنا آسف مش متعود على اسم. ضربة أخرى من الجراد تستعد، ده بالإضافة للضربة اللي لسه ملحقناش نفوق منها اللي بهدلت أفريقيا وجزء من الشرق الأوسط. ضربة أخرى تستعد تضرب الشرق الأوسط على عيد الفصح Time of Israel، وللأسف بدأت توصل لبعض المناطق في مصر، ربنا يستر، لكن لم تصل لإسرائيل في عيد الفصح. ضربة الجراد تهدد الملايين بنقص الطعام، وده من جريدة جارديان، وللأسف موجودة وبتضرب أماكن في مصر وفي أفريقيا طبعا. الأوبئة اللي زادت جدا وقادل وصلنا له. الناس وصلت لدرجة أن هي بتتصل ب 911 الشرطة عشان تبلغ الشرطة لو سمع واحد جنبهم بيكح، واحد جارهم بيكح في بيته، بيتصلوا بالشرطة يجي يقبضوا عليه. ده من USA Today، مش بهرج، ده اللي وصلنا له، ده من البانديميك وزعر الناس والهلع بتاعهم. بحث يوضح ان الإصابة بكورونا فيروس بتضرب مجموعة دم A أكتر من مجموعة دم O، وده من ديلي ميل. فحتى الآن المصابين تايب O أقل بكتير، فتايب A 32%، تايب O 25%. بحث يوضح أن 86% من حاملين الكورونا فيروس بيسيرون في الشوارع وغير معروف أن هم حاملين للمرض. ده من ساينس. دكتور لعلاج الكورونا بيقول فحص الرئة حتى للمرضى الصغار بيظهر صورة مرعبة، ربنا يستر. عشان كده بقول للناس ما تتهونش، مش حكاية ان انت مناعتك كويسة وصحتك كويسة فايه عادي حتى لو ضربني وخلاص عدي، لا خد حذرك، لانه بيعمل فايبروزيس في خلايا الرئة. ده من نيويورك بوست، والدكاترة بيقول بنشوف صور مرعبة في الأشعة بتاعت الرئة. الأطباء والممرضات خائفين إن هم يروحوا الشغل عشان يعالجوا حالات كورونا، لأن ما عندهمش مستلزمات كافية في مناطق كتيرة في العالم. أول ارجعي أستاذة ليديا للملف كورونا فيروس، أساليب الوقاية وبعض المعلومات عنه والوقاية منه، فهتلاقي فيه بعض المعلومات يمكن تهم حضرتك. أول كلب في هونج كونج اتضح إن هو يحمل كورونا فيروس مات من المرض خلاص، ده من نيويورك بوست، وده اللي حاله كانوا بيحاولوا ينكروا انه مش ينتقل من الكلاب او من الحيوانات للبشر، لكن في احتمالية ان هو ممكن ينتقل. بالضبط استاذ تراست، ربنا يبارك حضرتك. الصين واليابان، وهو ده اللي كنا بنقوله من شوية صغيرة، وده نشر في اكسبريس نيوز الانجليزية، يرون حالات كثيرة تم شفاؤها ثم اصيبت مرة ثانية رغم ان التحليل اظهرهم نيجاتيف ورجعوا اتصابوا مره تانية. هل فعلا عشان تو سترينز؟ هل فعلا عشان المرض ده معدل جينيا؟ هل فعلا علشان ما بيعملش بيهزم المناعه؟ ما نعرفش، لكن في الاثنين تقريرات طالعه من الاثنين، من اطباء من اليابان ومن الصين، شافوا مرضى عيوا وتعالجوا وخفوا، وتأكد التحاليل ان هم انخفوا تماما ورجعوا عيوا تاني. ما نعرفش الاحتمال ايه، ربنا يستر. علماء قاعدين يصروا يقولوا لا الكلام ده غلط وغير محتمل ورافضينه تماما.
لا ده كان تم التحليل عليهم وطلع التحليل نيجاتيف، ده اللي بتقوله اكسبريس نيوز. منظمة الصحة تحذر بشدة من أخذ الأيبوبروفين اللي هو الأدفيل أو حسب أسمائه في مناطق مختلفة مع الكوفيد، لأنه بيجعل الحالة تسوء. لسه مش عارفين ليه، وفي بعض الناس بيقولوا لا مش قوي، لكن في تحذير. ده من الياهو نيوز، ال WHO بتحذر ما تاخدش الأيبوبروفين مع الكوفيد. المطالبة بتأجيل الأولمبياد بسبب الكورونا فيروس اللي هي بتاعت اليابان، وبالفعل النهاردة الصبح طوكيو تعلن تأجيلها من شهر 5 2020 إلى السنة الجاية سنة 2021، وتأجلت خلاص لمدة سنة تقريبا حتى الآن، وقد يكونوا زادوا عن كده جدا. 1 بليون شخص في العالم قاعدين في بيوتهم بسبب الكوفيد، يعني تتكلم على سدس العالم قاعد في بيته، وده الرقم ده غالبا هيزيد. ده من ياهو نيوز، تخيل سدس العالم قاعد في البيت أو أكتر. إحصائية توضح إنه حتى الآن وصل إن نسبة الوفيات من الكورونا فيروس الرجالة ضعف الستات، ده من الفوكس نيوز. إصابة صغيرة 12 سنة بالكوفيد ما كانش عندها أي مرض تاني، وللأسف حالتها اتدهورت بسرعة وتصارع من أجل البقاء على حياتها، ده من CNN. فده برضو معناها الصغيرين ما يتساهلوش، مش عشان إن هم حالات الوفيات في الكبار أكتر معناها الصغيرين يعني استبسطوا، لا. لو استمر الذعر وشراء وتخزين الطعام بطريقة جنونية، لأنها بتتم في فترة صغيرة ما تمتش على فترات طويلة، ده ممكن فعلا يسبب نقص شديد في الطعام في أماكن كتيرة ويسبب مجاعات. أغنياء العالم يختفوا في مخابئ من الكورونا وخوف من نهاية العالم، ده من الجارديان الإنجليزية، آسف الأمريكية. كتير منهم يذهبوا إلى وادي بيسموه وادي السيليكون، ده بنوا فيه أغنياء كتيرة قبو يعني ضد حتى النووي، وقاعدين تحت القبو ده. في المقابل أنا مش عارف الجيل الشباب ده حصل له إيه، الجيل ده اتجنن من الشباب. معرفش سمعتوا عن الموضوع ده ولا لأ. أمر جنوني، وهو إن البعض طالعين في تشالنج جديد، في تحدي جديد. قال الشباب بيتحدوا بعض انه يلحسوا، اسف في التعبير هيقرفكم جدا الخبر ده، قاعدة التواليت التحدي للكورونا. ده حاجة، ده مرض، ده شذوذ فكري. ده من اكسبريس نيوز، ادي الصورة. ريلي ده اللي بيعملوه، يصوروا نفسهم وهما بيلحسوا قاعدة التواليت. انا مش بهرج، التحدي للكورونا، ايه الجنان اللي فيه الشباب ده؟ أيضا الشباب اللي اتجننوا فعلا بيتعمدوا، لو حاملين المرض ولا غيره بيتعمدوا يروحوا يصوروا نفسهم وهم بيكحوا على الخضروات والفاكهة عشان ينقلوا المرض. ده من نيويورك بوست. متخيلين؟ إيه الجنان ده؟ إيش آدي الدول اللي عملته؟ إدت الشباب فكرتها حرية؟ جعلوا الجيل ده ملحد وكمان الشذوذ، ادي طلعوا لنا جيل شرير جدا وشيطاني، فعلا جيل فاسق وشرير. الجيل اللي يعمل الحركات دي ده ملهوش وصف غير الوصف الكتابي ده. جيل فاسق وشرير فعلا. ايه ده؟ الجارديان بتقول الناس تحولت، ده مش تعبيري انا، ده تعبير الجارديان. انيمالز حيوانات. في تعاملهم مع الصيادلة في استراليا وغيره بسبب وضع حدود لتخزين الأدوية، الناس جريت على الصيدليات عايزة تخزن أدوية بأي شكل، فالصيادلة ابتدوا يقولوا لا علبة أو علبتين للإنسان، الناس اتحولت حيوانات في معاملتهم مع الصيادلة، ده بالإضافة طبعا لمحلات الطعام اللي طلعوا المطاوي لبعض. ده مش بس حتى في السوبر ماركت طلعوا مطاوي لبعض، ده عايزين كانوا يضربوا الصيادلة عشان ياخدوا كل اللي عندهم، متخيلين؟ آدي البشر اللي طالما بعاد عن ربنا، فيروس صغير يخليهم يتحول من بني آدم لحيوان لأنه بعيد عن ربنا. ده من الجارديان قدام حضراتكم. الصين تعلن ان اوهان ولاول مره من بدايه الاصابه لا يحدث اصابه لاي حاله جديده لمده يوم، وده يوم الاربعاء اللي فات. ده الحقيقه، عشان اكون امين مع حضراتكم، زود شكوكي جدا في الصين. I'm sorry to say، انا مش عايز ادخل في نظريه المؤامره، الله يعلم. لكن في حاجه غلط في الصين.
معدل المرض في الصين توقف بسرعة غريبة. المرض بعد ما كان ماشي بيتزايد فجأة وقف، ودلوقتي وصلنا لثلاث أيام والبعض بيقول خمس أيام. واللي متغرب له مستعجب له أكتر، العاصمة بكين ما فيهاش غير 558 حالة. أهو قدام حضراتكم، لو رحنا للصين وكبرنا الصورة، آدي أوهان بكين أهي 558 حالة، في بكين مات فيها 8، العاصمة شنغهاي، الآدي أوهان، آدي شنغهاي اللي من أكتر مناطق الازدحام في العالم كله، 414 حالة وأربع حالات وفاة بس. لا ده احنا بنهرج. مقاطعة جيانشي الملاصقة لهوبي اللي فيها مدينة أوهان، مقاطعة جيانشي فيها 936 حالة، كلهم خفوا وما ماتش غير شخص. طبعا أتمنى شفاء للكل، لكن أنا مش عارف أوصف الكلام ده بإيه. أنا مش فاهم إيه بالظبط اللي بيحصل في الصين. آدي المقاطعات اللي حوالين أوهان. شانشي 249 مات فيها 3 والباقي خفوا. ايه بالظبط الصين حاصل فيه ايه؟ هم كانوا مستعدين ولا ايه القصه بالظبط؟ المقاطعه الملازقه لهوبي 936 حاله، كلهم خفوا فيما عدا واحد مات. طبعا اعتقد كان هيموت طبيعي من غير حتى الكورونا فيروس. شنغهاي ما فيهاش غير 4، ليه في ايه؟ وهي يعني الحر، الجو ما كانش حر في أوهان اللي دخل فيه ضربة بالمنظر ده فجأة. فأوهان يبقى 76 67 ألف ويموت 3160، وشنغهاي جنبها ما فيهوش غير كام 100 وماتش غير 4. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل. ده شنغهاي ده لو مريض في مبنى، انتوا عارفين مناظر المباني في شنغهاي ازاي من الزحمه، دي ازحم منطقه في العالم. ده لو مريض، يعني مريض واحد في مبنى عيان هتوصل العدوى الالاف، ده لو مبنى واحد في نفس المبنى ده، انتوا عارفين عايشين ازاي في شنغهاي؟ هنهرج. ام سوري، لكن في حاجات انت تفضل تعدي تعدي وبعد كده في حاجه بتلاقيها لا مش قادر اعدي اكتر من كده. دول سردين في العمارات بتاعتهم في شنغهاي، ما ماتش غير 4 وكله خف. مش عارف اقول ايه. يوم السبت تعلن الصين ثالث يوم ما فيهوش اي اصابات محليه، والشركات تبتدي تفتح والناس يبتدي يقضوا وقت اكتر خارج منازلهم. ده من ار تي نيوز. الصين تعلن انها، ده طبعا خامس يوم النهارده، وتعلن انها على استعداد ان تتعاون مع الدول المصابه بالكورونا. وده اللي يقوله شي اللي هو الرئيس الصيني لبوتين. معدل نمو الاصابات بالكورونا في كتير من الدول حتى يوم الخميس يزداد بشده بطريقه غريبه مقارنه بالصين. الصين لو بصينا عليها، ادي شاينا واللي حصل فيها، ده الكيرف بتاع الشاينا، بقيه الدول كلها الكيرف مختلف. ادي الكيرف بتاع ايطاليا، ادي الكيرف بتاع امريكا، ادي الكيرف بتاع وهالجزء اللي تحت اللي انا بشوره لكم ده، ادي الصين، ادي الكيرف بتاعها، ادي ايطاليا الكيرف بتاعها، ادي يو اس الكيرف بتاعها، ادي اسبانيا، ادي المانيا، ادي ايران، ادي فرنسا. في ايه؟ وعايزيننا نصدق الكلام اللي طالع من الصين؟ انا مش عارف. اي فيل سمثينج رونج في اللي بيحصل في الصين. ايه القصه؟ مش هقول مؤامره، ومش هقول ده سلاحه كانوا مستعدين له وفلت من ايديهم، بس كان اوريدي عندهم العلاج. مش عايز اقول الكلام ده كله، لكن في حاجه غلط. معدل الاصابه بالكورونا في كتير من الدول بيزيد جدا، ده من جريده صن البريطانيه. مش معنى الصين لوحدها هي ما كانش فيها الموضوع ده،
الدول اللي مشيت بعد الصين بحاجة بسيطة بل أكثر تقدما وأقل عدد سكان من الصين ماشية بنفس الكيرف. اليابان، آدي اليابان فين؟ لحظة واحدة، آدي اليابان، آدي معدل الإصابة، الكيرف بتاع الإصابة مستمر، واليابان بدأت بعد الصين بحاجة بسيطة جدا. إيه الموضوع؟ لا ده مش بقول بس الأرقام بتاعتهم كذب، لا ده في حاجة أخطر من الكذب في الأرقام. منظمة الصحة العالمية بتحذر إنه الأنظمة الصحية في الدول بتنهار تحت الكورونا، ده من CNBC. منظمة الصحة العالمية بتحذر إنه البانديميك آسف أخطأت، الوباء العالمي ده أكسلريتنج، يعني مش بيتزايد بمعدل ثابت، ده ماشي بتسارع، بعجلة مش بسرعة، يعني أكسلريتنج، أنتوا عارفين التعبير ده إيه؟ أيوه بص على مستوى العالم فيما عدا الصين، بص الكيرف بتاع العالم ماشي بتزايد سريع إزاي؟ ده بالفعل أنتوا عارفين أول 100,000 إصابة استغرقوا 67 يوم عشان يحصلوا، تاني 100,000 إصابة استغرقوا 11 يوم، تالت 100,000 إصابة 4 أيام، رابع 100,000 إصابة في أقل من 3 أيام. فاهميني أقصد أقول إيه؟ 67 يوم، 67 يوم عشان يوصل الإصابات ل100,000، بعدها 11 يوم عشان يوصل ل200,000، بعدها 4 أيام عشان يوصل 300,000، بعدها أقل من 3 أيام وصلنا 400,000، أو أكشوال يومين ونص بالظبط، مش حسابية هندسية. حتى يوم السبت تعداد حالات الإصابة في العالم 300,000، ده من CNBC، ده من يوم السبت، حتى لغاية امبارح بالليل كان 392,000، وعدد الوفيات 17,156، يعني ارتفعت نسبة الوفيات ل 4.3، والشفاء 102,972. آخر حاجة اللي هي دلوقتي، وصلت الإصابات 415,876، ده من كام ساعة فاتوا زادوا، حدد الوفيات نط إلى 18,574، توتال ريكفري 107,811، مع ملاحظة إن عدد الوفيات في بقية الدول تعدت عدد الوفيات في الصين. الصين الإصابة كانت الوفيات 3.4، في العالم الأكثر تقدم من الصين مع كل احترام للصين الوفيات عدت 4.3%. شوف نسبة الإصابة في إيطاليا اللي معدية 7.8%. أمريكا تطالب من رعاياها أن ما يسافروش ولا يعود وأن يعودوا إلى أمريكا وبسرعة، ده من جريدة صن البريطانية. حاكم كاليفورنيا خربانة طبعا، يأمر 40 مليون شخص أنهم من يعودوا في البيوت، ده من CNN، ده يوم 19 مارس. توقع بأن 56% من سكان كاليفورنيا حيصاب بالكورونا في خلال 8 أسابيع. من الأسباب، لأنه في كاليفورنيا بيقولوا أحد الأسباب أنه فيها 60,000 شخص هومليس بدون مأوى، دول احتمال كبير يصابوا وينقلوا المرض بكل سهولة الأسابيع القادمة، ده من ياهو نيوز. شرطة في كاليفورنيا تستخدم الطائرات الدرونز اللي هو الصغيرة بدون طيار بالكاميرات عشان تجبر الناس على البقاء في البيوت، ده من واشنطن اكزامينر. ولاية انديانا الأمريكية ترسل الحرس القومي لمكافحة الكوفيد. عمدة فينيكس يعلن حالة الطوارئ بسبب وباء الكورونا. كبير الأطباء في نيوجيرسي يحذر أن كل شخص قد يتعرض للإصابة بالكوفيد لو ما سمعوش للنصائح اللي بتقولها الحكومة. عمدة نيويورك يحذر الناس أن يستعدوا للبقاء في بيوتهم، ده من CNBC. فاكرين الراجل ده؟ كناش نشوفه غير في أخبار الشواذ، طبعا دايما كان يطلع يضحك في دعايته للشواذ والقوانين اللي يعملها للشواذ والكلام ده كله. ما استعدوش ليوم زي ده صح؟ حاكم نيويورك يعلن إغلاق الولاية وبقاء كل شخص في منزله، ده من نيويورك بوست.
ده الجوفرنر وده المير. حتى يوم السبت إصابة 10,356 في نيويورك فقط، 54% منهم ما بين سن 18 و49 سنة، يعني الشباب اللي مهملين اللي مصرين على الهزار اللي بيعملوه. أشوف دلوقتي وصل لغاية كام في كاليفورنيا، آسف في نيويورك. لا متقسمة جدا فمش هقدر أشوفها، آسف. هبقى أشوف لحضراتكم فيما بعد. غرفة العناية في نيويورك بدأت تمتلئ تماما وتبحث عن أطباء يساعدوا، ده من وول ستريت جورنال. إعلان إن نيويورك منطقة كوارث ديزاستر زون بسبب الكورونا، ده من جريدة صن، وده فعلا أعلنوه رسميا. مش عارف بيضحك على إيه، ده مش خبر لقوانين جديدة لأجل الشواذ، ده مصيبة الناس بتموت عندك. ووصل عدد الوفيات في نيويورك إلى معدل أكثر من شخص بيموت كل ساعة يوم الجمعة اللي فات، ده من نيويورك بوست. ده في مدينة، انت عندك مدينة واحدة كل ساعة بيموت أكتر من شخص. حاكم نيويورك يحذر انه ممكن تصل الإصابة إلى 80% في 9 شهور، وعلى كل شخص يستعد للبقاء في منزله 3 شهور على الأقل، ده من جريدة صن، وممكن توصل ل 9 شهور. أكثر من 50 شرطي في نيويورك يتضح أنهم مصابين بالكورونا، ده من فوكس 5. لا أستاذ بيتروس، أنا لم أسمع أنهم يستخدموا اللي هو الأمصاب، مش الفاكسينز، اللي هو اللقاحات، أو آسف المصل، لا اللي هو ده، ما سمعتش أن يستخدموا الكلام ده في الصين. لو عند حضرتك خبر مؤكد أن ده اللي استخدموه يا ريت تقولي مرة نسمع. لا أصل استخدموا طب الأعشاب الصيني، كل مرة هنسمع خبر مختلف، احنا عايزين معلومة مؤكدة. حاكم إلينوي ينضم إلى نيويورك وكاليفورنيا في قرار بقاء الناس في منازلهم، وبده فوق 20% من الأمريكان قاعدين في بيوتهم دلوقتي، ده من جريدة صن. حتى يوم السبت يصبح 70 مليون أمريكي مغلق عليهم وقاعدين في بيوتهم، وده فقط تعتبر البداية والبقية تأتي. حتى الآن 25,665 حالة في نيويورك، يا ربنا يحمينا. نيويورك مدينة لوحدها دخلت خلاص وبقت تلت الصين. المشكلة في أمريكا غير قادرين على التحكم في الشباب المصرين على الحفلات والشواطئ، عشان كده أكتر نسبة الإصابات في السن الصغير. فللأسف ده أنا أقدر أقول عليه جيل أناني وجيل فعلا فاسق وشرير، ومش مراعيين، وفعلا فعلا جيل سيلفش. حاكم نيوجيرسي يبتدي يتعهد بانه هياخد قرارات ضد اللي بيرفضوا ان يبقوا في البيوت، ده من فوكس 5. مش عارفين يتحكموا في الشباب، ادي الشباب اللي قالوا لهم يلا حريات وحقوق والحاد وشذوذ، بصوا عملوا ايه. شرطة نيوجيرسي تقبض على شخص في منزله لانه اقام حفل زفاف ضم فيه اكثر من 50 شخص، فراحوا قبضوا عليه. أوهايو أيضا تصدر قرار البقاء في البيوت لكل الولاية. حاكم تكساس يبتدي ينشط الحرس القومي، ده من ABC نيوز، لاستمرار انتشار الحالات. خطة أمريكية لمكافحة الكورونا تتوقع أنه ممكن يوصل 18 شهر استمرار الوباء وانتشار نقص المنتجات، ده من نيويورك تايمز. تزايد دور الجيش الأمريكي في مكافحة الوباء، ده من وول ستريت جورنال. حتى الأحد وصل عدد الجنود إلى 5,500 في 32 ولاية اللي بيساعدوا في مكافحة الوباء. عائلة واحدة أمريكية، من قصص كتير على فكرة جدا محزنة، وطبعا ده بس على سبيل المثال، مات فيها 4 أشخاص من عيلة واحدة، وثلاثة مرضى معرفش إيه أخبارهم دلوقتي، ده من جريدة صن البريطانية، و20 في الحجر الصحي. ترامب يرسل مستشفى عسكري أمريكي على سفينة للذهاب لنيويورك في المساعدة في الكارثة بتاعتها، ده من فوكس 5. فالسفينة دي أرسلها ترامب لتلحق الكارثة اللي موجودة في نيويورك. 831 حالة في جديدة في اليوم في نيوجيرسي، شكرا جومينا.
جوميان، جوميان أنا آسف، جيش من المهندسين يتسابق لصنع مستشفى من 10,000 غرفة لعلاج الكورونا. ده من ياهو نيوز، هتبقى أكبر بكتير من دميان. أوكي شكرا، أشكرك، ربنا يبارك حضراتكم. أمريكا تغلق الحدود مع كندا لأي نقل غير ضروري لتقليل انتشار الكورونا. ده من CNBC. توقع بأن تصل أمريكا إلى 70,000 حالة على نهاية الأسبوع الجاي. ده من ABC نيوز، وأعتقد على نهاية الأسبوع ده هتوصل له، لأن أمريكا آخر حاجة وصلت لها أمريكا دلوقتي 52,000، منهم 52,000 مات منهم 677 ولم يشفى حالة في أمريكا. ف 52,000 على نهاية الأسبوع ده، يعني بعد يومين هيكون عدوا 70,000 أمريكا لوحدها. الديمقراطيين مصرين على إعاقة الأمور يمنعوا مجلس السنت من التصويت بسرعة على المنح المادية لمتضرر الكورونا بسبب خلافات سياسية بينهم. أنا مش عارف إيه قصة الديمقراطيين دول، وصلوا دلوقتي، أنا غاية دلوقتي من جون هوبكنز ما فيش أي أخبار على حالات شفاء في أمريكا. أعمل ريفريش للصفحة وأشوف هل في أي حاجة جديدة نزلت، ده اللي أنا بتابع منه. مع كذا موقع تاني، بس ده أكشولي بعتمد عليه في الأساس. لغاية دلوقتي مفيش حالة شفاء مسجلة في أمريكا. ماتوا 677، وصلوا دلوقتي 685. أوكي، ربنا يمد إيده بالشفاء لكل الناس في كل العالم يا رب، كل الناس، مسيحيين ومسلمين وملحدين وشواذ، وكل الناس تخف يا رب، بنصلي للكل. عدد الوفيات في أمريكا ده كان لغاية يوم الاثنين لوحده تعدى 100 حالة، ووصل حالات الوفيات إلى 500. آخر إحصاء لغاية امبارح، لكن طبعاً قلت لكم الرقم الجديد، امبارح كانت أمريكا 46,000، النهاردة بصوا نبتة بيت قد إيه. رئيس وزراء بريطانيا يقول لي 1.4 مليون شخص لابد أن يبقوا في البيوت على الأقل لمدة 12 أسبوع. ده من جريدة صن. لندن تعد وحدات كبيرة لنقل جثث ضحايا الكورونا إليها. ده من جريدة صن. بريطانيا أرسلت 20,000 قوات عسكرية لمكافحة الفيروس. ده من برضو صن البريطانية. بريطانيا تغلق مترو الأنفاق لمنع انتقال الكورونا، ولكن ده طبعا أثر على ناس كتيرة. بريطانيا فيها لغاية امبارح كان 6733 حالة، منها وفيات 336 وشفاء 140. أشوف دلوقتي رقم كان في بريطانيا. يونايتد كينجدوم وصلوا 8164 حالة، منهم 423 وفيات و 140 ريكفري. روسيا بسبب الخوف من الكورونا، بوتين يدفع بأن يمد سلطته وصلاحياته. أنا أقدر أقول مش بسبب الخوف من الكورونا، ده استغلالا للكورونا، ده اللي يعمله بوتين. ولغاية دلوقتي حالات الإصابة في روسيا 495 فقط، ده لو الرقم ده صح، موت واحد وشفاء 22. وأكرر، ده لو الرقم ده صح، لا أعتقد برضو رقم روسيا صح. روسيا زي ماشية زي الصين في الكذب في الأرقام. إيطاليا تمدت فترة الإغلاق بسبب تزايد حالات الوفيات من الكوفيد. إكسبريس نيوز، عدد وفيات إيطاليا من الكورونا بيوم الخميس اللي فات يتعدى وفيات الصين لأول مرة. إيطاليا بسبب كثرة الوفيات تدفع 10,000 من طلبة الطب إن يبدأوا العمل وتعفيهم الامتحان النهائي. جملة 10,000 طالب في كليات الطب قالوا لهم ألف مبروك نجحتوا يلا على الشغل، مفيش امتحانات ولا غيره. ده من رويترز. حتى يوم الجمعة عدد الوفيات في إيطاليا يصل إلى 4670، يعني يزيد جدا عن الصين، بازدياد 627 حالة وفاة في 24 ساعة فقط. إيطاليا خبر معرفش إذا كان مؤكد ولا لأ، ولكن حتى لو فعلوه غصب عنهم، أنا عارف صعب جدا القرار ده، ولكن أكيد عملوه بسبب الضغط الشديد. إيطاليا تبدأ تضحي ببعض الناس اللي سنهم كبير فوق 60 سنة
فيبدأ يصدر في بعض المستشفيات بعدم السماح للي فوق الستين سنة إنه يتحطوا على الفنتليتورز عشان يخلوها للناس الأصغر في السن. فعلا كان قرار صعب، الدكتور بيبقى واقف ما عندوش دلوقتي غير جهاز فنتليتور واحد اتوفر، وعنده أربعة عارف لو ما حطهمش على الفنتليتور هيموتوا، ومحتاج يختار واحد منهم يحطه على الفنتليتور عشان يعيش ويسيب الثلاثة الباقيين يموتوا. مش بهرج، لعلمكم الموضوع ده من أصعب ما يكون إن الدكتور يختار قرار زي ده، حقيقي صعب جدا. صلوا للناس دول، حقيقي صلوا لسلام العالم بكل ما فيه، بداية من الصين وروسيا وكل دول العالم، ربنا يشفي الكل. أكرر، صلوا للكل. كمية الوفيات في إيطاليا unbelievable، اتعادت الصين بكثرة تنشر الرعب للي هيحصل في أوروبا وأمريكا قريبا. حتى أمس إيطاليا الثانية في عدد الإصابات اللي وصلت 63927، والأولى في عدد الوفيات 6077، وشفاء 7432. أشوف أحدث رقم منشور، إيطالي 69176، 6820 حالة وفاة و8326 حالة شفاء. ربنا يشفي الكل يا رب. أسبانيا لغاية امبارح، أقول لكم بلاش امبارح، لغاية دلوقتي أسبانيا وصلت دلوقتي 39676، يعني بقت داخلة على نص الصين، هي التانية. حالات الوفيات 2800، وحالات الريكفري 3794. ألمانيا 32781 إصابة، 157 وفيات 3243. إيران 24000 حالة 811، 1934 وفيات 8913 إصابة. فرنسا 22616 حالة إصابة، 1102 وفيات 3288 شفاء. إيران تحذر أن كورونا قد يقتل الملايين في إيران، رغم أنه بناء على الأخبار ده قد يكون الموضوع بدأ يتم التحكم فيه في إيران. إيران تعلن يوم الخميس أن هناك حالة وفاة كل 10 دقائق شخص بيموت في إيران، بس بيقول المعدل ده ابتدى يقل امبارح. إيران تطلق 85,000 سجين سياسي لمنع انتشار الكورونا بين السجناء، ده من فوكس نيوز. سجنين 85,000 سجين سياسي، يا ربي. إيران يقل معدل الإصابات قليلا ويصبح 24,000، زي ما قلت لكم الخبر دلوقتي أخبار أو الرقم إيه. إسرائيل اقتربت أيضا من الإغلاق الكامل، والحكومة توافق على مراقبة التليفونات للسيطرة على الفيروسات، ده من جيروزاليم بوست. إسرائيل تطبق غرامة ثقيلة لأي شخص خارج منزله إلا لو كان رايح يشتري طعام أو يجيب الأدوية. وزير الصحة الإسرائيلي متأكد أن المسيح سيظهر في عيد الفصح بسبب الكورونا فيروس. شركة أدوية إسرائيلي ستمد مستشفيات أمريكا ب10 مليون قرص هيدروكسي كلوروكين لاستخدامه لعلاج الكورونا فيروس، ده اللي هي تيفا فارماسيوتيكال. حالات الإصابة في إسرائيل، بلاش الرقم ده، أحدث حاجة لغاية دلوقتي. إسرائيل وصلت كام؟ 1930، منهم 3 حالات وفيات و53 حالة شفاء. مصر تتعامل بأسلوب ديكتاتوري لإخفاء المعلومات، ده مش كلامي، ده مصادر الإعلام العالمية بتقول الكلام ده. فمصر تخفي عدد إصابات الكوفيد وتخفي الكارثة اللي موجودة في مصر. مصر تقبض على نشطاء تظاهروا لإهمال مصر في كارثة الكورونا، ده من الجارديان. العالم يعرف أن حالات الإصابة في مصر أعلى بكثير جدا من الأرقام الكاذبة اللي بتقولها مصر، ده برضو من الجارديان، ده مش كلامي. مصر تستهدف الصحفيين الأجانب زي بتوعات الجارديان والنيويورك تايمز وغيرهم، وبتقبض عليهم أو بتطردهم عشان ما ينشروش الأخبار عن الأرقام الإصابة كورونا في مصر.
مصر تعلن فقط عن 366 حالة وفيات 19 وشفاء 68. خلينا نشوف مصر وصلت لكام دلوقتي، بس طبعا الأرقام دي كلها كدب في كدب، لكن anyway نشوفها. 402 حالة، 20 وفاة، و80 كلها أرقام زوجية. طب حتى لما تكدب anyway بالصدفة 20 خفوا 20 ماتوا و80 خفوا. مش آسف، I shouldn't make fun. ذعر شديد في أفريقيا بدأ ينتشر فيها الكوفيد وليس عندهم أي استعدادات ومخاوف إن الناس هتموت في الشوارع في أفريقيا. طالبان تعلن أن الكورونا من إله الإسلام بسبب خطايا البشر. صدقوني مش ناقصاكم، محتاجين نصلي مش محتاجين نشمت في الناس. إيه الدين ده اللي بيشمت في الناس؟ أهم خبر عن الكورونا فيروس، وده أعتقد يهم أغلب الناس في العالم، خبر مهم جدا جدا عن الكورونا فيروس. في هولندا رئيسة الوزراء طلعت مخصوص تطمن الشعب وتعلن لهم أن هولندا عندها مخزون كافي جدا يكفي لمدة 10 سنين من ورق التواليت. مش بهرج، آدي جنان الناس. أيضا الناس تسرق بكر التواليتات من حمامات الكنائس، ده من سي بي نيوز. للدرجة دي بيروحوا يجمعوا البكر التواليت اللي في حمامات الكنائس والمدارس. الشرطة تقبض على سائق حمولة كان مهرب 18,000 رطل مناديل حمامات مسروقة. الناس ايه اللي حصل للناس؟ الناس قل ذكائها ولا ايه اللي حصل لها؟ الناس بقت مغيبة، عايشة في دخان فعلا زي ما وصل صفر، ما وصف صفر رؤية. ده راح سرق كلينكس. خبر كويس في النهاية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان امريكا بتختبر احتمالية وجود دوائين لعلاج الكورونا، وهو الهيدروكسيكلوروكين واللوزارتان، لكن غالبا الاقرب منهم هيدروكسيكلوروكين. ترامب بيحاول انه يدفع عن الهيدروكسيكلوروكين يحصل على مؤقت الـ FDA، بس حد معلوماتي حتى الآن لسه ما حصلش. الـ FDA بيطلب مزيد من الوقت ومعلومات. خبر كويس أيضا، حالات الشفاء اليومية في كوريا الجنوبية، وأثق في كوريا الجنوبية أكتر من الصين بكتير، أخيرا يتزايد عن حالات الإصابة اليومية ولأول مرة من بداية الإصابة. وأرجو أن التجربة الكورية هي اللي تتنقل في الغرب، ما نصدقش الصين، لأن أنا بصراحة مش قادر أوثق في الصين، لكن نشوف التجربة بتاعت كوريا الجنوبية، وده مثال كويس. الإصابة بدأت تنتشر بسرعة في كوريا الجنوبية، قدروا يسيطروا على الإصابة وبسرعة، وبدأت أخيرا حالات الشفاء تقل عن حالات الإصابة، وده يدينا أمل. الكيرف بتاع كوريا الجنوبية لو بدأ يتكرر في بقية الدول يبقى فيه أمل في خلال شهرين نخلص، 3 شهور نخلص من الكارثة دي. صلوا. ده من نيوز ويك. شخص من جورجيا يقول عن اختباره، ده مثال على فكرة من كتير جدا جدا، أستاذ الحبيب جدعون بركة كبيرة. شخص من جورجيا بيقول اختباره عن ازاي ربنا فعلا قام معاه بمعجزة وشفاه من الكورونا اللي كانوا الدكاترة بيقولوا خلاص هيموت، فبيشهد بعمل ربنا معاه. على فكرة الاختبارات دي كتيرة جدا، اللي بيسألوا فين إلهكم؟ ليه كل الأديان محدش خف؟ لا، عندنا اختبارات كتيرة شخصية. الصناعة تبدأ تعود إلى أوهان في الصين بس على مستوى بسيط، لأن الناس خلاص تعبت جدا من الفقر فابتدت تنزل عشان تبتدي تشتغل. اكتشاف نوع إنفلونزا الطيور في مزرعة في الفلبين، اتضح أنه نوع جديد بيصيب البشر، بالإضافة لحم العسل شغالة بتضرب في أفريقيا، بالإضافة إلى الفيروسات الجديدة اللي بقينا نسمع عنها في أمريكا وكمان في الصين. ربنا يستر. ده من CNN. عشان كده مش بس الكوفيد 19 هو اللي بيضرب، عندنا فيروسات كتيرة بتضرب هذه الأيام مع بعض. بالضبط أستاذ الحبيب، فعلا نسبة المسيحية في كوريا الجنوبية مرتفعة جدا وناس أمنة جدا. أخبار الحروب، وحدة القوات الفضائية الأمريكية الجديدة ترسل أول نظام هجومي لهذه الوحدة للفضاء، وبدأنا عصر الخيال العلمي يبقى حقيقة قدام عينينا، والتسلح الفضائي، التسلح الفضائي في الفضاء. برغم الكورونا بوتين يدفع أنه يزود قوته العسكرية جدا، قد يكون بيستغل الظروف،
أيضا روسيا تستغل كارثة الكورونا في إشعال الغرب بالفتنة ونشر الرعب، فبوتين بيحاول يحقق مكاسب بأي شكل على لمصالحه الشخصية وللدولة. أيضا أي حرب نووية لو حصلت هذه الأيام، ولو حتى في مكان، يعني ما بين الهند وباكستان وما بين ده وده، دي هتهدد الكرة الأرضية بشكل بشع، وتهدد ببرودة عامة في الجو اللي بايظ اللي احنا عايشين فيه، وممكن تسبب مجاعات عالمية بشعة تدمر العالم. ده بأي، حتى لو كانت لوكالي ما بين أي مكانين. الصين تهدد باستخدام قنابل كهرومغناطيسية في جنوب بحر الصين. أمريكا تهدد العراق إنها لن تقبل أي هجوم على الجنود الأمريكان على الأراضي العراقية. إيران تحذر ترامب إنه اللي بيعمله خطير بعد ضرب أمريكا لقوات عراقية موالية لإيران. أمريكا والصين يستمروا في تبادل الاتهامات في موضوع الكورونا فيروس. الصين عشان الشعب ابتدى يقوم على شي جين بين شوية، فشي جين بين على طول اخترع نظرية المؤامرة إن أمريكا هي العاملة الموضوع ده. الرئيس الأمريكي كان بيقول إن ده الفيروس الصيني، يعني بيتبع نفس الأسلوب زي ما بنقول الاسبانيش فلو أو الفلو الأسباني، فهو بيقول الفيروس الصيني، فالصين اعتبرت ده إن هو بيحاول يرمي العيب عليها، فهي بترمي العيب عليه. أمريكا تعنف السفير الصيني في أمريكا بسبب اللي بتنشره الصين عن نظرية المؤامرة عن الكوفيد. الصين تريد أن تستخدم الكورونا كسلاح اقتصادي ضد أمريكا والتخلص من الدولار. إيران اللي طبعا لازم تصطاد في الموضوع ده بتؤيد الصين وتطالب بتحقيق في أمريكا، هل هي اللي اخترعت الكورونا ونشرتها في الصين ولا لا؟ طب ماذا عن التحقيق في الصين؟ ده من نيوز ويك. سياسيين أتراك يقولوا أن الكورونا فيروس هي ضربة صهيونية. سيريسلي؟ أمريكا تعلن أن داعش عينت قائد جديد لنشر الإرهاب عالميا. ده من جيروزاليم بوست. رغم ما يحصل إلا أن روسيا وإيران وتركيا في الخفاء بيزدادوا اقترابا من إسرائيل، وقد يكون إعدادا لحزقيال 38. بيستخدموا العالم كله ملهي في اللي بيحصل، وبيقربوا من إسرائيل أكتر وأكتر. أخبار عامة: الفيسبوك قد يكون المسؤول عن منع أخبار الكورونا فيروس أو البانديميك. طبعا أنتوا عارفين أغراض هذا الشاب. يوتيوب كمان بيقرر أنه بيمنع فيديوهات حتى لو كانت الفيديوهات دي ما بتخالفش شروط العرض، فما فيش حاجة اسمها حرية تعبير، خلاص يا إما تقول رأيهم يا إما تتمنع. بيل جيتس يطالب بوضع أسلوب مراقبة دولي بسبب الكورونا. تراكينج سيستم. مش ده برضو اللي كان بيدعو للتطعيمات عشان يقلل عدد البشرية؟ الحكومة الأمريكية تتكلم مع شركات التكنولوجي مثل فيسبوك وجوجل وغيرها لمراقبة الناس، هل بيسيبوا مسافات كافية بين بعضهم ولا لا. انتوا عارفين انه فيسبوك وجوجل بيبقى عارف كم اكاونت موجودين على بعد قد ايه من من الجي بي اس ومن السيلفون. انت لو فاتح جوجل اكاونت او فيسبوك، فيسبوك عارف ان المكان ده فيه واحد فاتح فيسبوك والسيلفون اللي جنبه بينهم مسافة قد ايه وهكذا. فأمريكا بتقول لهم انتوا كده كده بتراقبوا الموضوعات دي، لو لقيتوا فيه تجمع، لو لقيتوا 50 واحد فاتحين فيسبوك في مكان واحد قريبين من بعض ما فيش سوشيال ديستانس، بلغونا على الاقل. انت كده كده بتراقبوا، على الاقل بلغونا. ده من سياتل تايمز. امازون توقف شاحنات البضائع الغير اساسيه بسبب الكورونا. ده من الاندبندنت. ترامب يهاجم بعض الاعلام الامريكي الفاسد اللي متواطئ جدا مع الصين. الغريبه اول ما ترامب بدا يتكلم قالوا له ريسست. طب اقفل الحدود؟ لا ما تقفلش الحدود، انت ريسست. دلوقتي بيشيدوا باللي عملته الصين رغم الصين قفلت حدود وقفلت مقاطعات وعملت قبضة، ويهاجموا ترامب. الإعلام الأمريكي كما لو كان فعلا صناعة زي CNN وغيره، كما لو كان فعلا مع الصين ضد أمريكا. بالفعل الإعلام الأمريكي لا يهتم إلا بالهجوم على ترامب حتى في كارثة الكورونا. ده نيويورك بوست بتقول الكلام ده على نيويورك تايمز وعلى غيره وعلى CNN. فنيويورك بوست بتقول
الإعلام الأمريكي بقي شينفول، ما بيعملوش حاجة غير يهاجموا ترامب ويدافعوا عن الصين. أخبار اقتصادية، ترامب يضع خطة تريليون دولار لدفع الاقتصاد ضد الكورونا، وغالباً هتوصل لـ2 تريليون، ودي المفروض يتوافق عليها لولا عرقلة الديمقراطيين. ده من نيوز ويك. بسبب الكورونا فيروس الأسهم توصل لأقل قدر ليها، ده من وكالات الأخبار. بنك أمريكا المركزي يقول أننا دخلنا في كساد بالفعل بسبب الكورونا، وملايين سيفقدوا وظائفهم، ده من CNBC. توقع بأن يصل معدل البطالة في أمريكا إلى 20%، ده كان من أول أسبوع اللي فات، ولكن دلوقتي توقع أن هو لأ، ده ممكن يوصل إلى 30%، ده من بلومبر ماركت. بنوك القروض المنزلية على حافة الانهيار، لأن الناس مش قادرة تدفع القروض بتاعة المنازل المورجج. الصين تطبق منع كبير على أمريكا بما فيه الصحفيين، في تصاعد حدة الموقف بين أمريكا والصين في اتهامات الكورونا، ده من إكسبريس نيوز. ده يظهر أن الصين بالفعل بتخبي أخبار عن العالم. سعر البرميل البترول قصة تانية خالص، كارثة بتحصل في العالم حاليا، وهو الحرب ما بين السعودية وروسيا اللي في ناس كتيرة مش واخدة بالها منها، وده يدمر العالم اقتصاديا لوحده، ده كمان جاي في وسط الكوارث اللي احنا فيها. سعر برميل البترول ينخفض إلى أقل من 27 دولار لأول مرة من 2003 بسبب حرب الصين، آسف، حرب السعودية مع روسيا. ده هيقود لإيه، وخراب عالمي هيوصل لإيه، مش عارفين. تساؤل، هل بعد الكورونا سنقود في كساد عالمي أم انخفاض ضخم عالمي اللي هو ريسيجن ولا ديبريشن؟ وطبعا جريد ديبريشن ده اخطر بكتير من الريسيجن. ربنا يستر، نصلي وربنا يمد ايده. الاحتياط الفيدرالي الامريكي يفكر في انشاء عمله الكترونيه بسبب الكورونا فيروس. اضطهاد المسيحيين، رغم كل ده العالم لسه بيضطهد المسيحيين. بالرغم من كارثه الكورونا الا ان الحكومه الصينيه مستمره حتى الان في تدمير الكنائس وسرقه الصربان واجبار المسيحيين، رغم اللي بيحصل، هذا اللي بتعمله الحكومة الصينية. راشيدة عضوة الكونغرس الأمريكي المسلمة في تويت، انتوا عارفين ترامب طلب يوم صلاة، الناس تصلي للعالم كله للشفاء من المرض. راشيدة المسلمة اللي في الكونغرس استخدمت تعبير F لوصف يوم الصلاة بتاع ترامب. F Trump's National Day of Prayer. ايه رأيكم؟ دخلتوا المسلمات في الكونغرس؟ افرحوا يا أمريكان، دخلتوهم يا ديمقراطيين، اتفضلوا. قصيص في تينيسي بيقول ان الفيسبوك يلغي صلاته بادعاء ان هي دعاية للجريمة. دلوقتي لما نصلي تبقى جريمة، لكن اللي طالعين يشتموا ويقولوا ان الكورونا ده سلاح الله بيقتل به البشر والشواذ وي 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 وي، واللي قاعدين بيشتموا ويهاجموا المسيحية وفين وفين، لا ده حرية تعبير. المسيحيين لما يصلوا كرايم، كراهية، هذا اللي بيحصل. والكيل بمكيالين حقيق، محتاجين صلاة قوية، صلوا لأجل سلامة العالم كله، صلوا للكل، لأوروبا، للصين، لروسيا، لأمريكا، لكندا، لأستراليا، لمصر، لكل الدول العربية، لكل الدول في أفريقيا، صلوا لسلامة العالم كله. ربنا ادانا هذا السلاح القوي، بيعمل واستخدمه على المستوى الفردي وبيشفي كثيرين وبيقولوا اختباراتهم، وايضا ربنا قادر انه يستخدمه على نطاق دولي وعلى العالم كله. صلوا واستعدوا لاستقبال العريس اللي قال لنا هتحصل الاوبئه، وصدق الكتاب كالعاده، وقال لنا قبل ما يحصل وقال لنا في اوبئه عشان لما يحصل ما نخافش من زي العالم اللي بقي مرعوب. 2 عشان نؤمن في زمن زاد جدا التشكيك في إيماننا. طيب الكتاب قال لنا أن ده هيحصل، طب ما هو بيحصل قدام عينينا والكتاب قال لنا هيحصل. والحاجة الثالثة عشان حياة الاستعداد، قال لكم لما تحصل ده ارفع راسك، انتبه، استعد لحياتك الروحية. عريسنا قرب، استعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب يسوع، وربنا يبارك حضراتكم جميعا.